كالعادة بنبدأ معاكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها دعوة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية اللي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. كتب سيادة الرئيس عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وقال إن تعديل عدد من الحقائب الوزارية جاء لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري والذي نعمل جميعا من أجله. وتقدم سيادة الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم وتمنى التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم. امبارح مجلس النواب جدد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأقر تعديل 13 حقيبة وزارية. الدكتور رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور هاني عاطف سويلم وزيرا للموارد المائية والري، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، والدكتور محمد أمين عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وسهى سمير وزيرة للهجرة، وأحمد عيسى وزيرا للسياحة والآثار. أيضا التعديلات الوزارية شملت الدكتور أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني، وحسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة، ودكتورة نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة. أيضا تم اختيار اللواء هشام أمنة وزيرا للتنمية المحلية، محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي. المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن امبارح عن توقيع بروتوكول مع وزارة البترول، وده للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وده في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري للاتصالات الخاصة بالجهات الإدارية بالدولة. القوات المسلحة وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية، ذلك في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، خاصة خريجي الكلية الحربية للحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية. كمان امبارح كان في مجموعة مهمة من الأخبار والموضوعات اللي حصلت امبارح، أبرزها توفير 4 مليار و600 مليون جنيه تكلفة الخدمات الطبية لمنتفع التأمين الصحي الشامل، وكمان إعلان وزارة الداخلية بأن الدراسة في المعهد الفن الصحي بتكون لمدة عامين، وإنها مستمرة في استقبال طلبات الراغبين في التقديم للمعهد لحد يوم 11 سبتمبر اللي جاي. أخبار تانية كتير هنعرفها من خلال التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها التصريحات اللي أعلنها الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللي أكد فيها إن مؤشرات أداء الهيئة للعام المالي 2021-2022 بتعكس الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية علشان ضمان الاستدامة المالية اللازمة وتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية، وأكد إنه إجمالي حجم الإنفاق على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفع التأمين الصحي الشامل وصل ل 4.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022. امبارح أعلنت وزارة الداخلية إن مدة الدراسة عامين للطلاب الملتحقين بالمعهد الفني الصحي الشرطي اللي بدأ في استقبال طلبات الراغبين في التقديم لحد يوم 11 سبتمبر. الوزارة أكدت إن الخريج بيحصل على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية وبيعين بدرجة معاون أمن ثالث وبيترقى بعدها في الدرجات المختلفة. كمان امبارح استمرت عروض الأوكازيون الصيفي لليوم السادس وهيستمر لمدة شهر، وفي تخفيضات كبيرة في المحلات، خاصة إنه من شروط المشاركة في الأوكازيون إن كل محل يلتزم بوضع سعر البيع بعد الخصم وسعر البيع خلال الشهر السابق على الأوكازيون.
أيضا نشرت وزارة الداخلية أمس فيديو عن الحملات الأمنية اللي قامت بها أجهزة الوزارة وأبرز القضايا اللي تم ضبطها خلال أسبوع على مستوى الجمهورية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 29 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 14,869 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 27 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 557,652 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,903 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1,820 طن و660 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح، وكذلك ضبط 4,945 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 27 طن. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 72 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,740 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 469.5 طن. كما تم ضبط 171 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يقرب من 363.5 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 865,585 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 269,033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,107 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 186 سائقا منهم. كما تم المرور على 42 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 170 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 173 مركبة وتبين مطابقتها جميعا لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 336 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 9,518 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,307 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,852 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,644 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,676 مخالفة ملصقات وضبط 52 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 372 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع
79,343 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 73,615,666 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 307 قضية، من بينها 146 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و161 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 28 قضية بقيمة مالية بلغت 23,755,337 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1538 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,271,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,656,807 جنيها. نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات اللي معنا فيها النهاردة أخبار كتيرة، أبرزها إعلان إنشاء ورفع كفاءة 64 مدرسة وإدارة تعليمية، وده في نطاق محافظة الدقهلية. كمان تم تبطين وتأهيل 321 كيلو ترع ضمن مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ، وتخفيض إضاءة الكنائس في بورسعيد بنسبة بتقدر ب 50%، وده لترشيد استهلاك الكهرباء. وأخبار تانية كتير هنعرفها من المحافظات المختلفة من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الدقهلية اللي تم فيها الإعلان عن إنشاء ورفع كفاءة 64 مدرسة وإدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وده بتكلفة حوالي 345 مليون جنيه. في أسوان تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني بقرية المريناب بمركز إدفو وقرية فارس بمركز كومامبو، وده ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة دي أجرت الكشف الطبي وقدمت مختلف الخدمات العلاجية لـ 2479 مواطن مجاناً. في محافظة كفر الشيخ تم الانتهاء من تبطين 321 كيلو ترع بمراكز ومدن المحافظة، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. امبارح اختتمت فعاليات معرض مرسى مطروح للكتاب، واللي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب بجوار مسرح الشاطئ بكورنيش مدينة مرسى مطروح. في الشرقية تم الإعلان عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل 1885 مواطن من أهالي قرية خمسة خفرع التابعة لمدينة صان الحجر، وده ضمن القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في سوهاج أطلقت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية حملات تموينية مكثفة أسفرت عن تحرير 2535 محضر متنوع خلال شهر. وفي البحر الأحمر أعلن اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم عن توزيع 700 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة حياة كريمة على الأسر الأشد احتياجاً بقرى المدينة. في بورسعيد أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس برئاسة الأمباتادورس مطران المحافظة اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيض إضاءة كنائس بورسعيد بنسبة 50%، وده تماشياً مع سياسة الدولة في ترشيد استخدام الكهرباء.